أكثر من 3200 طالب يتقدمون إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ريف حلب الشمالي، وذلك ضمن 4 مراكز، 2 منها للطلاب القادمين من المناطق المحررة حديثا، حيث اعتمد مركز مدينة حريتان للمناطق المحررة في جبل سمعان، ومركز بلدة دير جمال للمناطق المحررة في أعزاز. طبعا انطلقت عملية امتحانية في الريف الشمالي بمحافظة حلب، وكان هناك عدة مراكز امتحانية في حريتان، في نبل والزهراء ودير جمال. الطلاب الذين كانوا في المدارس خارج السيطرة تم احداث لهم مراكز امتحانية في مثلا في مناطق حريتان بالليرامون، كفر حمراء كان مركزهم بحريتان، اما مناطق الشيخ عيسى، فافين، امحوش، قرامل كان مركزهم في دير جميل ذكورا واناثا. وقد بلغ عدد الطلاب في الريف الشمالي حوالي 3200 طالب. الطلاب أكدوا على أن الامتحانات جرت في جو يسوده التنظيم والهدوء، وأن الأسئلة كانت منطقية وتناسب كافة المستويات. كما عبر الطلاب القادمون من المناطق المحررة حديثا عن فرحتهم لافتتاح مراكز امتحانية لهم في حريتان ودير جمال. أنا من قرية كفرناية، جيت على دير جميل عشان أقدم امتحان اجتماعيات، وكانت الأسئلة حلوة وكل شيء كويس يعني. أنا من عفرية، جيت أقدم بدير جميل وكان امتحان سهل وحبينا امتحان، ولما قدمنا الامتحان إنه كان مراقبين كانوا يعني مهادين والصف كان هادي. الأسئلة كتير سهلة والمادة يعني كتير سهلة. مادة اجتماعيات وكانت الأسئلة سهلة الحمد لله، والمراقبين كويسين. هلا طلعنا من مادة الاجتماعيات وكانت الأسئلة يعني سهلة وعادية، ويعني ما في لا توتر ولا خوف. الحمد لله اليوم الأسئلة سهلة وكويسة، يعطيكم العافية. أنا من الرفعت جاي أقدم امتحانات التاسع بدير جمال، والحمد لله إنه الأسئلة كانت سهلة والمراقبين علينا كانوا مناحين. هذا وسعت وزارة التربية لتنظيم وتسهيل العملية الامتحانية وتأمين وسائل النقل العامة، إضافة لتسهيل عملية وصول الطلاب إلى مراكزهم، وخاصة الطلاب القادمون من المناطق التي تحررت مؤخرا من المجموعات الإرهابية. هيثم كزو، قناة سما الفضائية، ريف حلب الشمالي.